أحبائي من بلدة مريم المجدلية، منواصل دراستنا عن تعليم المسيح بالعظة الشهيرة، عظة المسيح على الجبل. مكتوب عن يسوع كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم، كان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب، وحتماً كان بيخرج الأرواح الشريرة. في هذه المنطقة على الأرجح أخرج أرواح شريرة من مريم المجدلية 7 أرواح، فطبعاً كانت مديونة بالمحبة تبعت يسوع وخدمة يسوع. شرف كبير أنه إحنا نكون في بلدتها، وما زالت الحفريات قائمة، كل يوم عم بيكتشفوا شيء جديد في هذه المنطقة، وطبعاً إحنا كالمعتاد منوافيكوا في كل الاكتشافات الجديدة. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. قال يسوع: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ثم بواصل حديثه قائلا عن الخشبة وعن القذى، يقول: لا تنظر القذى في عين أخيك، وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها. يا مرائي، أخرج الخشبة أولا من عينك، حينئذ ترى القذى في عين أخيك. تعليم عظيم جدا. بتعرف أحبائي، لأنه كان في فئات كتير من المتدينين، ومن السهل أنه الواحد يحكم على الآخرين. إحنا منتذكر لما أحضروا المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وهي تزني، وبعدين لما المسيح فعلا كشف الموضوع، خرج من الكبير إلى الصغير وسألها يسوع: أما دانك أحد؟ قالت له: لا يا سيد. قال لها: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي. لا تدينوا لكي لا تدانوا. هم بيتكلم عن الدينونة المعيبة، الدينونة اللي هي فعلا بتهدم وبتقبح في الشخص. هذه الدينونة هي دينونة عبارة عن المراءة، عن التمثيل، يعني متصفة بالبر الذاتي. لا تدينوا يعني لا تنتقدوا، لا تنتقد النقد الهادم والمتطرف والنقد المدمر. طبعا احنا بننتقد حتى، او شخص بينتقد حتى يبني نفسه على انقاض الاخرين، وهذا أسوأ نوع من الناس، إنك دائماً بتقبح في الشخص الآخر وبتزم في الشخص الآخر حتى ترفع من نفسك وترفع من نفسيتك. من ناحية تانية، الكتاب أو الرب يسوع بعلمنا هي دعوة للتمييز، والتمييز طبعاً مش السلبية، لأنه لا ينفي كل أنواع الدينونة، ثمة دينونة مثلاً صادقة أو دينونة مميزة، ولا سيما لازم نميز الأنبياء الكذبة والتعاليم الكاذبة. فهذا النوع من النقد مش الانتقاد، يعني اللي هو فيه مذمة، اللي فيه تحقير، فيه إهانة، اللي فيه ذم وتشهير للشخص الآخر. لازم تكون دينونة صادقة. لا تدينوا لكي لا تدانوا. لا تدينوا لأن الله بالواقع هو الديان، ديان كل الأرض، هو الديان الأعلى، وهو أيضا الديان الكامل، يعني هو اللي له الحق وله الشرعية إنه يدين، لأنه هو الكامل. لا تدينوا أحبائي، لأنه بالواقع لازم نفحص حياتنا أولا، ننتبه ليه أنا بدين، انتبه للنية من جوا، للدوافع. بتعرفوا عدم تضخيم عيوب الآخرين وبتتجاهل عيوبك. يعني أنا عشان أحمي نفسي أو على طول ببتدي أشير الإصبع للشخص الآخر. أنت لما بتشير الإصبع للشخص الآخر في أصابع عم بتشير على نفسك. اتذكر هذا، لأنه هذا مهم جدا، من ضخم
من حجم المشكلة حتى نقبح ونشوه في الآخرين، نذم الآخرين. ثم أحبائي لا تدينوا، لأنه المفروض أحكم على نفسك أولاً، ثم في المحبة اغفر أي خطأ أي عيب في الشخص الآخر، اسند عاون ارفع هذا الشخص الآخر، احترس من دينونة الآخرين. يعني الدينونة أو لا تدينوا هي نفس الكلمة، بتعني بالدين أو بتحكم أو تقضي أو تذم. وفي طياتها بتعني كلمة الغربلة، يعني تدين بمعنى الذم، أنت عم بالذم الشخص الآخر بما معناه القضاء عليه والتشهير بسمعته. كم من المرات قضينا على الناس، وكم مرة من كتير مرات قضينا على الناس بغرض أنه نشهر بسمعتهم حتى أرفع وأحمي من نفسي، عشان تهز ثقته بنفسه وتشوه سمعته. هذا هو النقد الهادم المدمر. عندما تدين أنت وضعت نفسك مكان الله اللي هو صاحب الحق، والله هو صاحب الدينونة. يقول الكتاب: لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين تحكم على نفسك. أنت عم تحكم بحسب المنظور، بحسب المحسوس، وقد تكون على خطأ في هذا الموضوع، لأنك لا ترى كل الحقيقة، لا تعرف كل الظروف عن الشخص، لا تعرف الصراع اللي بمر فيه. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. We know that God has set an impossibly high standard that we will not achieve without His help. And His relationship to us is one of love. It's to encourage us in the midst of this, not to discourage us. So it's an impossibly high standard because only God can forgive. But He tells us how His children should act. They should act like He acts, and that's how the people will recognize Him. Blessed are the people who are peacemakers, the people who seek to create reconciliation, the people who work to bring forgiveness and healing. They will be called the children of God. That's God's DNA. It's the DNA He wants us to portray. And it's hard work, and we'll fall, and we'll get up again. That's the character of who we are. Because until Jesus comes back, we only see through a glass darkly. But when we see Him face to face, it'll all be straightened out and cleared. So it's a long, long journey and a daily walk, but there's a great hope. قال يسوع: لا تدينوا لكي لا تدانوا. مثل ما ذكرت، ما الدين؟ لأنه بتعرفش ظرف الشخص الآخر، ما بتعرف ماضيه، ما بتعرف ظروفه، ما بتعرف المراحل اللي بمر فيها. يمكن أنت شفت السقطة، لكن وراء السقطة في يمكن تاريخ كامل وماضي كامل من الطفولة حتى. فأنت ما الدين؟ لأنه أنت مش شايف كل الظروف، مش شايف كل الحقيقة، مش شايف كل الماضي. ما الدين؟ لأنه ما تحطش نفسك في مكان الله. بالوقت اللي أنت عم بالدين، أنت عم تحكم على نفسك. هذا الشخص ربما زل في هذا الموقف فقط، فأنت عم بتشوف هذا الموقف لكنك لا ترى السقطة، ما بتشوفش الخفايا، ما بتشوفش الماضي. يمكن في أشياء كتير هو شخص مميز وكتير كويس. لا تدين لأنك لا تعرف كل الحقائق عن الشخص. لا تحكم، كما قال أحدهم، لا تحكم على إنسان حتى تجتاز في ظروفه. يعني بكلمات أبسط، حط نفسك مكانه وحط نفسك في ظروفه. تكلمت عن النقد الهادم المدمر، في النقد الخادع.
هذا النقد تعرف أحبائي يعني بيتكلم بقول للإنسان يعني أنت عم تنظر القذى في عين أخوك، أما الخشبة اللي في عينك فلا تفطن لها. الخشبة على فكرة هون مش يعني خشبة صغيرة، زي الخشبة هاي اللي شايفينها وراي أو هذه الخشبة، بيتكلم عن عرض من الخشب. طبعا المسيح بيتكلم بأسلوب حتى يوصل حقيقة مهمة جدا. طب أنا إذا الخشبة مغطى عيني، كيف بدي أشوف القزة اللي في عين أخوي؟ قبل ما أطلع القزة الصغير في عين أخوي لازم أشيل الخشبة الكبيرة من عيني. فلما بشيل الخشبة بصير عندي وضوح، بصير عندي عين. وهذا بيتكلم عن اختبار، لما أنت بتختبر حضور الله بتصير تتطلع على الشخص بمنظور بيختلف، مش منظور الإدانة والدينونة والذم وتدمير الشخص الآخر. أنت بتنظر إليه من منظور أنك تعينه وتساعده، لأنه أنت لما بتدين تدان، وبالكيل اللي أنت بتكيله رح يكال لك بنفس الموضوع. فهذا النقد اللي بيخدع، هذا نوع من المرآة، أنت مش شايف كل الصورة لكن عم منخدع في هذه الصورة. قال يسوع: لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. تعرف كتير مرات احنا منميل للحكم. بولس لما كان رايح لسجن روما كان في السفينة وتكسرت، نزلت السفينة على جزيرة تسمى جزيرة ماليطا أو مالطا، وبعدين هو عم بجمع الحطب وبيشعل النار، خرجت أفعى ونشبت في أصبعه، كانت أفعى سامة. طبعا كل عم بيطلع بقول هذا الشخص هارب من العدالة، طب عدالة السماء خلص مسكته وراح ربنا يدينه. نفض الأفعى في النار، وبعد شوي شافوا أنه ما تورم، ما صار في أي شيء، لم يسقط قتيلا لأنه الأفعى سامة، فحكموا أنه هو إله. فبالحالتين كان الحكم غلط، حكموا أنه هارب من العدالة وحكموا أنه هو إله، لكن كانت فرصة لبولس أنه يتكلم عن يسوع في جزيرة مالطا. المسيح طبعا لا يرفض النقد أو التقييم، وهذا بيتكلم عن النقد المميز أو النقد الباني، بيتكلم عن قدرة التمييز، وهي بنحكيه في الحلقة القادمة عن لا تطرحوا درركم قدام الخنازير، يعني الأشياء الثمينة لا تعطيها باستهتار أو باستهانة. فالتقييم إنه يكون إلنا عقلية نافذة، ذهن مستنير طبعا، وقدرة على التمييز. طبعا إحنا لازم ندين الظلم الاجتماعي والفساد والخطية في كل مكان، لكن خلينا ننتبه لأنفسنا. في قصة عن داود لما ارتكب خطية الزنا مع بت شبع، بعدين أجا النبي يوبخه فتكلم في مثل عن النعجة وطلبها من يعني الشخص الفقير، طلب من اللي عنده غنم كتيرة، فشو حكمك يا داود؟ أصدر حكم قال يقتل الرجل. فعلى طول النبي قال أنت هو الرجل. فمرات كتير ما نتسرع بالحكم، لأنه لما نتسرع بالحكم إحنا بالواقع عن من دين أنفسنا. أعزائي في الختام اسمعنا لهذا التعليم، طبعا بحذر كل واحد فينا أنه نتحايد أو نتحاشى أنه نسلك بالرياء أو بالكذب أو عدم الصدق. فكلامنا لازم يكون نعم نعم، لا لا، كما قال يسوع المسيح: ما زاد على ذلك فهو من الشرير. كلمة خطيرة، لأن الشرير هي واحدة من أسماء الشيطان. بطالبنا نعيش في مصداقية، بمحاسبة، بوضوح، بشفافية، بأمانة، بصدق. هاي هي الرسالة. ما نستخدمش الدين أو الكلام للحكم على الآخرين، بل بالعكس إحنا كلياتنا ننظر لفوق، محتاجين رحمة وعناية الله لكل واحد في حياتنا.
بصلي من كل قلبي من قرية المجدل إن هذا التعليم كان سبب بركة لحياتك.